أنا توني جمال سيلز تيم ليدر في أكام ديفلوبمنت. أكام هي شركة ميرج أو شراكة بين ثلاث شركات. الشركة الأولى عندنا شركة المحايد القبضة، الشركة الثانية هي شركة بنايات، الشركة الثالثة شركة ريزيدنس مستر عصام منصور، عندهم أروما 1 و2 و3 في السخنة، فندق تيوليب إليت اللي في السخنة. لما بدأنا في المشروع الأولاني بتاعنا سين 7 في 2018 ان انا اعمل عدد شقق في الدور يكون قليل مش كتير، ان انا اديك خصوصيه كامله في شقتك، انك ما تشوفش جيران كتير حواليك، ان يكون عندي في كل دور حاجه اسمها جارب شوت، فكره ان انا يكون عندي مكان اتخلص من كيس القمامه بتاعي فيه، ودي على فكره حاجه من الحاجات المهمه. اعمل لك ابلكيشن على موبايلك تبدا من خلاله يجي لك السيرفيس بتاعتك تتقدم وانت في مكانك وانت في الشغل، وتجي لك في الوقت اللي انت هتكون موجود فيه في البيت. ان انا عامل حاجه اسمها سنترال كيتشن من خلال ابلكيشن موبايل، تختار من خلاله الاكل بتاعك يجي لك لحد البيت في الوقت اللي انت حبه. ان انا اكون موفر لاولادي مكان يجدي زي الستادنج اريا اللي احنا عاملينها، او فكره النيرسري او الشايلد كير زي ما احنا مسمينها جوه الكومباوند. سين 7 احنا بدانا فيه في 2020 في شهر 10، بدانا سين 7 بكونسبت جديد خالص بنفس البنفيتس اللي موجوده في سيناريو من فاسيلتيز وحاجات جوه الكومباوند، بس زودنا عليها حاجه زياده اللي هي الاكاديميات الرياضيه جوه الكومباوند. ان انا اوفر لك الوقت ده كله واجيب لك 11 اكاديميه كامله جوه الكومباوند بتاعي. بوفر وقت، بوفر جهد، بوفر فلوس، بدي لك حياه احسن. عندنا المساحات المتوفره كتير جدا، من اول 144 متر لثلاث غرف اللي موجوده عندي، ودي معموله بشكل مميز ان الثلاث غرف بالريسبشن باصين على فيو واحد. ان انت يكون عندك من اول 156 متر 3 بيدرومز و 3 باثرومز لافينج روم كمان غير الثلاث غرف بتوعي، نخلي الديزاين بشكل حلو بشكل مربع. انت بتشوف الشقه مبنيه بالكامل واصله لحد كل انشاءاتها ما خلصت، من غير ما تدفع لسه فلوسك او تدفع الاقساط بتاعتك او المقدمات او الحاجات دي كلها. التقسيطات عندي من اول 0% مقدم، بوصل لحد 10 سنين اقساط متساويه في بعض الانظمه، وفي اقساط طبعا تانية بيكون فيها دفعات في النص.